طب خلينا في الحته بتاعت الموازنه ما بين الدراسه والتدريبات والبطولات والمعسكرات الى اخره. عارفه تعملي ده بنجاح؟ انت بتدرسي في سنه كام دلوقتي؟ تانية ثانوي. واخبار الدراسه ايه؟ يعني الامتحانات داخله على وصول وفي بطوله، فالموضوع الموضوع بيبقى صعب اكيد. ما عشان كده بسالكم في الحكايه دي، بتهندلوا ازاي الحكايه دي؟ احنا بنبقى متعودين على الموضوع ده، احنا من 3 سنين بنلعب جمباز، فمن واحنا يعني من احنا في اولى ابتدائي مثلا احنا متعودين ان حتى لو في بطوله وفي امتحانات لا احنا ممكن نمتحن مثلا الصبح ونروح البطوله عادي. هي انت كمان بالنسبه لك عادي يا ندى؟ ما هو صعب بس بنحاول. مضطرين يعني. وانت برضو زيها في ثانيه ثانوي ولا لا؟ انا اولى ثانوي. اولى ثانوي. واخبارك دراسيا ايه؟ يعني بنحاول نشد حيلنا في المنهج عشان امتحانات خلاص، فبنحاول مع التمرين برضو نلحق نذاكر ونروح بقى دروس ونذاكر مع التمارين، فدي بتبقى حاجه صعبه. انا عايز اقول لكم على حاجه ممكن تبقى يعني ممكن تشكل حافز بالنسبه لكم، ممكن تبقى ملهمه بالنسبه لكم، ممكن تطمنكم. احنا من خلال البرنامج ده يعني استضفنا العشرات من الابطال والبطلات الرياضيين في مجالات رياضيه مختلفه. عايز اقول لك الكم الاكبر منهم كل ما بيزداد تفوقهم الرياضي بنتفاجئ ان هم كمان متفوقين دراسيا وعارفين يوزنوا ما بين الاثنين. فاتمنى ان انتوا كمان تعرفوا توزنوها كده زيهم. جميل. الرياضه بتشغل المخ اصلا، وبالذات الجمباز بيحتاج تفكير كتير جدا في التمرين عموما، فده بيساعد اصلا في الدراسه. يعني اي حد بيلعب جمباز كويس متفوق ده بيبقى مخه كويس، اللي هو بيعرف يستوعب بسرعه، فده بيساعد جدا في الدراسه. مع اننا بيبقى عندنا وقت اقل عن الباقي بس بنعرف نستوعب اقل بكتير الحقيقه. اقل بكتير بس بنستوعب اكتر واسرع، والفكره بتدخل ممكن من اول مره مش لازم نعيد عليها كتير، فبنخلص المنهج زيهم وبنحاول نراجع كمان.